اذا غادي نهز الموديل ديالي اللي كتشوفوا هنايا، غادي نهز من هنايا هو الاول، وغادي نخلي هاد البيتي تري من بعد، وغادي نحتاج هاد الرون غادي نردها هنا على هاد الشكل باش تبقى ليا دغوافيل. اذا هنا دغوافيل، هنا لا، هنا دغوافيل، هنا لا، اذا هنا هنا فين غادي تقطع وصافي. اذا ما بقى لنا الا نفصل. اذا حطيت التوب ديالي على جوج شريطة ان يكون مطاطي على هذا الشكل، يعني مطاطي هكذا ثم هكذا. اذا حطيت الموديل ديالي على هذا الشكل، واخا خدمنا بهذه الطريقة ياك، واخا انا نقلبوا على ديك الطريقة باش تمشيو معايا خطوة بخطوة. اذا ملي غادي نقلبوا سفاه على علاه، كاينين بعض الاخوان والاخوات ما غاديش يفهموا. اذا هنا كان عندنا الموضوع على هذا الشكل، وكان عندنا هذا هذا على هذا الشكل. اذا هذا لومبيسمون حطيناه هنا، احتفظنا بها، وخدينا التوب نطاطي على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. اذا غادي نخليو لا فالور ديال 1 سنتيمتر نطراسيها على هذا الشكل، على هذا الشكل، على هذا الشكل، اكسيتيرا. اذا غادي نتوكلوا على الله. بغيتي تعملي لو فتالي دونتيل هنا ولا عملي على حسب الذوق ديالك او شنوتك في الموديل. وضعنا التوب على جوج ودابا كنقطعو. اذا غادي نخلي سنتيم خياطة لا زائدا ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. اذا هنا هاد العلامة خصني نديرها ديال فين غادي يوصل ليا المشروع ديالي. نعيمة بس.
إذا عندنا توب ديالنا على هذا الشكل، هنا ما مشقوقش، هنا ما مشقوقش، غادي نشدو. إذا عملنا هنايا غون، ما غاديش نسويو الموضوع على داك الشكل، غادي نشدو هكدا، وخا تطريف هنا، نديوها شويه، ونقطع على هذا الشكل. إذا من هنا هاد البلاصة ومن هاد البلاصة ما مسدوداش، ولكن غادي نزيد نردو غون هنايا باش يعطيني داكشي اللي غادي يمشي ليا من هنا باش يرجع ليا دومي سيركل هنايا أو غون، باردون غون. إذا غادي نشوف داكشي اللي عندي هنايا، نحيدو بهاد الطريقة هانيا، ونعمل الميليو ديالي على هاد الشكل. إذن غادي ننتقل بكم مباشرة للخياطة. لوبيراسيون اللي غادي ندير هو أنني غادي نخيط بهذا الشكل، بهذا الشكل حتى لهنا، غادي نجي وأنا خياط على هذا الشكل، وغادي نزيد عاوتاني نوضحها لكم في الماكينة. غادي نخيط من هنا حتى لهنا للصق الشابو ديالي اللي هو على هذا الشكل، باردون، اللي هو على هذا الشكل. نشوف، غادي نلصق هذا ديالي على هاد الشكل. إذا عندنا كرانة هنايا، الجميل في هذا هو أننا عندنا الكرانة هنا، شوفوا هاد ليسباس اللي بقى لي أنا، هذا هو اللي غادي يعطيني الجمالية ديال هذا باش غادي يتسير ويجيني على هنايا، يجيني على هنايا. إذا هاد ليسباس هذا اللي كان عندي عوضاتو لغو، هو اللي غادي يجبل لي هذا باش يولي عندي على هاد الشكل، على هاد الشكل، ما تدياش فرو. اوكي، إذا نمشيو للماكينة، بعد ما نخيطو هذا، غادي نخيطو عاوتاني هذا من هنا لهنا. غادي نبداو الخياطة ديالنا من المنطقة اللي هي أساسية ديال هاد لوبيراسيون ديال هذا، اللي على هاد الشكل. إذا غير باش نزيد نوضح للأخوات اللي هما مبتدئات. إذا ديما كنديرو ليبرا ذكرى رقيقة، أو خدمي بليبرا 9014 إنوفا موجودة، وكاين فيها الأرقام. هذيك النوع ديال ليبرا اللي موجودة في المملكة المغربية بكثرة، يعني فيها الأرقام وتاهي جميلة ومتينة. إذا ما بقى ليا إلا نخيط هنايا عاوتاني. إذا غادي نشد، إذا عندنا البتي مورسو ديال هنايا على هاد الشكل، غادي ناخد ونحل هذا على هاد الشكل ديالنا. إذا وغادي نجيبو مخيط من هنايا، وأنا جاي خياط ناخد سنتيم ديالي. إذا هنايا التحنيكة ديالي، نجبد هذا، نجبدو لأن التوب عندي كيما قلنا مطاطي أو كيتجبد في الصالح المغربي. إذن في الأخير غادي ندير لو سوجي، لأن أوتوماتيكمون كيخدموهم البنات بسينك فيل، يعني كيخيطوهم بسينك فيل، يعني ما تخيطش وعاد سميتو، كدوز كلشي بسوجي ديال كلشي، سينك فيل كتخيط وكتدوز سوجي أو ميم طون. إذن من هنا وسالا ديال إذن هبطنا القرفة دابا، غادي نهبط في الخياطة د الأمام هادي. بحكم ليكرا يعني ما كتشنتفش، ما كديرش حاجه، انا بغيتي ديري لها سوجي ديري لها، ما بغيتيش ما ديريش. اذا بقى ليا غادي نطوي هادو، بعد كيدوز بيكاج كله كيدور من هنا وكيهبط به. انا غادي ندير بيكاج دو ديكوراسيون غير التكنيكا غير لوجي. اذا لوجي هذا غادي نعس هذا ديالي على هذا الشكل باش ما تكونش ديك الخياطه الفوقانيه تجلب لي الانتباه من الطرف.
ساعدك في الخياطة لأنه كي تجبد ما تخافيش تعوج ولا شي حاجة يعني. إذا ما بقى لينا إلا نكفو من تحت العطفة كما يقولوا بيضاويين نعطفو وندوزو عليكم تشوفو. إذا غادي نعطي التلميذة ديالنا تخيطو لنا لتحت هنايا على هاد الشكل هاد العطفة طويا هكدا ولا ديرليها سيرجي دو بريفيرابل يكون تي سيرجي متيول. إذا غادي نقدموه ليكم ونلبسوه المرقة وغادي نشوفو كيف هاد الموديل. إذا النتيجة التالية كما كتشوفو قدامكم يعني بالفوال بالدرة إلا حيدنا الدرة نشوفو شنو غادي تعطينا هاد الشكل. إذا هذا هو الموديل ديالنا نشوفو. إذا شنو غادي نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنا لكم المفاجآت إن شاء الله الكثيرة بإذن الله. تحية طيبة وإلى